الله يسعدها ويهنيها. شكرا. وقف يا عمي، شو عم تعمل؟ شو بنا؟ لا تخاف، رصاص مطاط هون بألمانيا بيحبسوكا مو مثل عنا. خليهم يبلطوا الزرقاء. لك ليش ما عملتوا العرس عنا بالبلد؟ ليش؟ يلا شبك واقف هنيك، تعي يلا تأخرنا. بعد ولا ولا إلا تعا سيك 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 يلا من هون. صهري أهلين. مصطفى طلع لعندي صهري حلوين. السادة المدعوين، صار وقت التلبيسة. العرسان يتفضل. وين التسبيق؟ بعدونا شوي يا أولاد. وإسوارة من ست العروس. من أبو العروس إسوارة مبرومة. وكمان 1000 يورو. عائد من أم العروس. من أخو العروس الكبير السوارة مبرومة. من أخو العروس الصغير السوارة مبرومة كمان. من خال العريس 500 يورو. أرسم طنطن والله. السوارة من خالة العروس. ألف مبروك. شكرا. مبروك. بنكمل. السوارة تانية كمان. شكرا شرفت. وكمان السوارة من خالة الثانية. شكرا. شكرا. من خالة العريس ليرة ذهب. والتلبيسة ما خلصت لسه. إن شاء الله ألف مبروك. كمان ليرة ذهب ومن بنت خالة العروس 500 يورو. وهلا رح نرتاح.
الجاتو وبعدين منكمل حفلتنا. برافو. وين التسبيق؟ يلا تعال. ميرنا؟ هذا عرس ميرنا؟ أنت بتعرف إنه عرسها؟ ميرنا يلا. ميرنا جبت الجاتو من محلكم. والله حلال عليون ما خجلونا. مسك لشوف وهاي لك. مبروك، ألف مبروك. قطع الجاتو يلا. يلا. يلا خليل. تيتا نعم خليل.